اسمي هند ناصر، بنت طالبة جامعية سنة ثانية جامعة. من جنة الحدوي، من بيت جالة، سكان مدينة بيت جالة. دلعونا ويا دلعونا ويا دلعونا، بدبكة ظريفة الطول لاقونا. يا غزيل يا ابو العيبة، اهلا وسهلا ومرحبا، جفرة بعد ما زيونا. الحركة الثقافية في فلسطين موضوع كتير كبير، صعب نحكي عنه بالتفاصيله بشكل واسع. اللي بقدر أحكي عنه إنه من ملاحظاتي كشخص بيشتغل في مجال المسرح في فلسطين، بتعرف على شباب وبتعرف على صبايا وبتعرف على كتاب وعلى رسامين وعلى أشخاص بيشتغلوا في مجالات الفنون المختلفة وفي الثقافة. الوضع الثقافي في فلسطين مش كتير مشجع صراحة. في السابق، في الأجيال السابقة، كان في أكتر ثقافة معرفة. الجيل الجديد ما بيقرأش، الجيل الجديد أكتر بيحضر تلفزيون، أكتر بيحضر أو بيتابع أشياء على الإنترنت، ففي قلة معرفة في كتير أشياء. عبر الحلم أمر، عبر الحلم بدي بس تمثيل، بدي يكون عندي بس شهادة تمثيل، إنه أقدر أوصل الرسالة وأي هدف أو أي شعور بحسه أو أي تجربة عشتها أوصلها للجمهور. كيف إنه أكرس وقتي للدراما وللمسرح؟ من خلال اشتراكي بمسرح الحارة. أنا عمري 12 سنة كمان دخلت على مسرح عناد، بعدين رحت لمسرح الحارة وعملنا كتير عروضات ومسرحيات. ومن خلال المسرح صرت عم بكتشف حالي أكتر، وعرفت إنه عندي إمكانيات إنه أكون إشي في المسرح. أنا حاسة وأهلي كمان حاسين إنه بعد ما أخلص دراستي مش راح أشتغل في مجال العلاج الوظيفي بالمرة، لأنه من هلأ كتير شايين عروضات واقتراحات من المسرح إنه تعالي ومنسوي لك أشياء، وفي نقدر ندخلك تصيري موظفة في المسرح، بتطلعي وبتسافري وبتروحي وبتيجي وبتسوي عروضات فأنا من هاي الناحية متفائلة من المسرح. الإشي الوحيد اللي بطعمش خبز هنا في بلادنا هو الفن. الإشي الوحيد، كل شيء ممكن تشتغلي أي إشي تجيب مصاري، لكن الفن ما ممكن إنه يفتح دار ولا حتى يعيشنا ولا يجيب حتى أي إشي يعني ممكن مقابل. يعني حتى لو بدك تعملي أي سي دي أو أي إشي بده يكون يعني الشباب اللي من بعض مصاري عشان نسجله ونروح على المؤسسات من هنا ومن هنا عشان نقدر انه يعني حتى من جيابنا مرات بنحط عشان تعمل الفن مش عشان تاخده منه مصاري. اذا ما عش الشهادة وبيشتغل في الابداع بده يعني يطلع من مناخيره المصاري، لانه كتير صعب هنا. بس الا ما تبحبش، يمكن مش في بيت لحم، في رام الله، في القدس. بس بدك كمان تصريح، بده يشتغل على التصريح. هي اخير اشي كنت اتوقع يعني في حياتي اني اشتغل واكون شوفير تاكسي يعني او سائق، مع احترامي طبعا شغله كثير محترمه هي، لكن مش الاشي اللي الواحد بده يشتغله او هو الاشي اللي أنا بحب أسويه يعني. بس الظروف هي بتجبر البني آدم إنه مرات يشتغل إشي ملوش أي علاقة فيه عشان يجيب لكم متعيش وعيش ولاده. لازم
من كل المسرحيات اللي أنا قدمتها مش اللي شفتها تطرح فكرة الحرية، لأنه إحنا عنا كتير نقص في الحرية، في انعدام في الحرية بحس في مجتمعنا، فهي انعدام حرية تماماً نفسياً عاطفياً اجتماعياً مادياً اقتصادياً كل شيء. مش لازم يفقدوا الأمل، مش لازم يستسلموا، إذا بيأمنوا في الموهبة اللي عندهم وفي الإبداع اللي عندهم حتى لو كان بعد دوام في وظيفة أخرى، إنه يستمروا، إنه في مجال إنهم يطوروا من حالهم، المفروض إنه يدوروا يبحثوا، المفروض يبادروا، المفروض يطرقوا الأبواب، لأنه ما فيش جواب بيجي بدون ما حدا يدق الباب. في كتير منهم بيستسلموا بسهولة وبيحطوا حالهم في جو إنه خلص هذا هو مستقبلي وفي النهاية أنا بقدرش أسوي وبقدرش أغيره.